هنتقل بكم مشاهدينا الى محمود عبد الصمد من اسيوط. محمود انا برحب بيك، واديني توصيف للمشهد عندك، تفضل. اهلا بك شريف، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين الحياه. احنا الان موجودين في محافظه اسيوط، وبالتحديد في دايره بندر اسيوط. محافظه اسيوط يا شريف ينتخب فيها وعدد ناخبيها حوالي 2,350,000 تقريبا. هؤلاء الناخبين يدلون باصواتهم في 9 دوائر في المحافظه. التسع دوائر تنقسم الى 496 مقر انتخابي، مقسمين الى 1,168 لجنه فرعيه، موزعين بدورهم على 13 مركزا انتخابيا. عدد المرشحين شريف في محافظة أسيوط والذين يتنافسون على 9 دوائر كما ذكرت هم 182 مرشحا، منهم 69 مرشح حزبي و113 مرشح مستقل. ال 113 شريف بالضرورة لابد أن يكون منهم 4 معاقين للفئات و5 من السيدات. يتنافس جميع هؤلاء شريف على 20 مقعد فردي و5 مقاعد حزبية للقوائم الحزبية. دلوقتي يا شريف احنا لسه في بداية الدقائق الأولى لليوم الانتخابي في مركز مدينة أسيوط، دايرة بندر أسيوط بالتحديد، وتقريبا كان في تأخير في عملية فتح لجنة الاقتراع. تقريبا اللجنة فتحت الساعة 9:15، فتحت أبواب الاقتراع للمواطنين. حينما سألنا عن الأسباب كان هناك تأخير من بعض القضاة، عمليات ترتيب الأوراق، أوراق الاقتراع، وعمليات ترتيب عملية الانتخاب للبدء فيها تقريبا بالتحديد بدأت في تمام الساعة 9:15. كما تشاهد هنا شريف، يعني الصورة توثق نفسها، المواطنون يقفون بانتظام أمام مقر اللجنة الانتخابية. هناك تشديد من قوات الأمن والشرطة، الجيش والشرطة، تشديد في كافة محيط اللجان الانتخابية في المحافظة وبالتحديد في مركز أو دايرة بندر أسيوط. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، والصورة بتوثق نفسها شريف دلوقتي، حتى عملية تنظيم المرور قدام اللجنة بيقوم بها أفراد من الشرطة والجيش. وكمان كان في هناك تحذيرات شديدة اللهجة شريف من بعض رجال الأمن. لجنة بندر أسيوط كان في تحذيرات شريف من بعض رجال الأمن لمندوبي، تحذيرات من بعض رجال الأمن لمندوبي المرشحين والوكلاء عن المرشحين، تحذيرات شديدة بألا يوجهوا أي تعليمات أو ألا يتواصلوا مع أي من الناخبين للتأثير عليهم، باعتبار هذه الخطوة تمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها، جرائم التصويت، ويعاقب عليها القانون. هذا شريف ما تنقله الصورة إليكم من مدينة أسيوط، مركز أو دايرة بندر أسيوط بالتحديد. عدد الناخبين زي ما قلت شريف في محافظة أسيوط ككل هم 2,350,000 صوت تقريبا. يتنافس المرشحون في دائرة أسيوط أو في محافظة أسيوط ككل على 9 دوائر، يتنافسون على 25 مقعدا برلمانيا، 20 منهم مستقلين أو يتنافس عليهم مرشحون مستقلون، و5 يتنافس عليهم أو تتنافس عليهم القوائم الانتخابية. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا محمود عبد الصمد من أسيوط. شكرا جزيلا ليك محمود، وهرجع لك تاني في التفاصيل. دايرة بندر أسيوط بدأت فتح اللجان متأخرة تقريبا ربع ساعة. أذهب